هذا واحد بعد تاخر اللي ما يطلع حد لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة مع حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا الأخرى وهي ذني الرقمين اللي تشوفوها أمامكم هسه حاليا. عندكم ذني 4 أرقام للاتصال. أما ما يخص الرقم الأخير ورقمنا الخامس وهو رقم الواتساب، مثل ما راح تلاحظون مكتوبة هنا للمشاركة عبر الرسائل هذا الرقم. إذا ما قدرت تتصل بينا على أرقامنا الأخرى دزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم ونعرف من وين جتنا ومن منو. قبل ما نبدأ الحلقة نحب نذكر السادة المشاهدين بعد ما شفت الفيديو اللي بدأ ظهر لكم تردد جديد اللي بعدها ما مسوي هاي العملية اللي هو أنه يغير نظام الريسيفر يمه أو نظام شاشة الرافدين يمه إلى نظام الHD. إذا أنت بعدك على الSD وده تشوف الصورة صغيرة، كل اللي عليك تأخذ الريموت وتسوي إعادة بحث على نفس التردد 10727 أفقي. ما يحتاج أنه تمسح القناة وتنزلها من جديد، بس سوي إعادة بحث هي تلقائيا تتغير. موضوع حلقتنا مشاهدينا الكرام هو موضوع حكينا به هواية، بس المشكلة أنه كل يومين والثالث وطالعت لنا قضية جديدة تنكشف بها حالة من هاي الحالات، الفساد. الفساد اللي يعتبر أكبر معرقل أمام أمال العراقيين بأن يعيشون في بلد مرتاح. الفساد اللي يعتبر أكبر جريمة اليوم تحصل في بلد يعتبر هو من أغنى البلدان لكن شعبه من أكثر شعوب العالم فقرا، في بلد يعتبر هو غني بخيراته وغني بمعادنه وغني بكل شيء لكن 45% إلى 50% هذا المعلن هم فقراء، و 25% من أبناء الشعب العراقي هم تحت خط الفقر. هذا كله نتيجة شيء واحد وأساسي اللي هو الفساد. الفساد اللي دا يسوي كل شيء أو اللي دا يبدي في كل خلل دا يصير، كل خلل أمني، كل خلل سياسي، كل خلل اقتصادي، كل خلل اجتماعي مبدأ من الفساد. يعني مثلا اليوم بمحافظة البصرة حملت مديرية تربية البصرة وزارة المالية الحالية، مديرية التربية اللي بمحافظة البصرة تحمل وزارة المالية اللي ببغداد مسؤولية اختفاء 30 مليار دينار من الاستقطاعات التقاعدية الخاصة بتربية محافظة البصرة. يعني المتقاعد اليوم اكو 30 مليار دينار ضايعة جوا الرجلين ما حد يندلهن وين. يا ترى أزمة المتقاعدين هي أزمة قديمة وما انحلت، ما بين استقطاعات، ما بين رواتب قليلة، ما بين ناس ما تستحق التقاعد وما أخذ التقاعد، ما بين ناس تستحق التقاعد وما أخذ التقاعد، ما بين ناس مقدمة على التقاعد ومعاملاتهم مدى تكمل لأنه يا أما الموظف يضيعها يا أما يطلبون من عنده رشوة حتى تكمل المعاملة وما عنده فلوس يدفع فتنضم بالرف أو تنضم بالمجر وبعد ما تطلع وتخضر المعاملة وتزرع ويطلع زرع بها وما تمشي. هذا اللي دا يصير كله هو سبب الفساد. هذه واحدة من القضايا اللي صايرة اليوم مثلا في تقاعد تربية أو مديرية تربية البصرة. مدينة محافظة القادسية هيئة النزاهة ضبطت صكوك ومعاملات بنكية فيها شبهات فساد وهدر للمال العام.
يعني هيئة النزاهة تأكد أنه أكو 42 صك، بالعراق يسميه صك، الأخوة العرب شيك، صرفت من حساب واردات مجلس محافظة القادسية. يعني الصكوك هذه طالعة من حساب واردات المحافظة بأحد المصارف الحكومية، تتجاوز أقيام ال 42 صك 470 مليون دينار، وحررت بأسماء عدد من الموظفين. وأشارت هيئة النزاهة أنه لجنة المشتريات في دائرة الصحة بمحافظة القادسية قامت بهدر 66 مليون دينار على عقد لشراء كراسي أسنان، بينما صرف قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة مبالغ، يعني قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة صرف مبالغ بس بدون أي سند قانوني، يعني ما أخذ بهن أذن بالصرف، ما أخذ بهن وصل بالصرف، هاي تسمى دون سند قانوني، فراح صرف من فلوس المحافظة وما حد يدري على شنو صرفها ووين صرفها وليش صرفها وبشنو صرفها. هذه هم من جزء من قضايا الفساد اللي دا تصير بالعراق. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله يا أستاذ أفل، بالنسبة للفساد ما ينتهي، ما زول أحنا بيد أحزاب وبيد ميليشيات ما ينتهي يا عمي. هسه كل ميليشيا لازمة وزارة مخصصة لها، وترى لا عبالكم، ترى حتى المناطقنا، حتى مناطق الأنبار خاف تتوقعون، ترى كلها بيد أحزاب، بيد ميليشيات، بيد عصابات. عمي يا عراقيين خلصونا، والله إذا بقينا على هيك حال العراق راح ينتهي. عمي نعم. يا شعب العراقي توحد، يا شعب العراقي ثوروا. عمي يعني اتذكروا ثورة 20 يا عراقيين. عمي ترى دولة راح يدمرونا، أحزاب، ميليشيات، عصابات، حكومة ماكو، خاف أحد يقول لكم ماكو حكومة، ماكو حكومة. عمي أستاذ أفل الله يخليك، أكو حكومة، لو أكو حكومة كان حاسبت هذول الناس، بس عمي ما يقدر، المين يحاسبون عمي؟ يعني السلطة بديهم، يد الأحزاب يا أستاذ أفل. نعم. الفساد ينتهي، ما ينتهي أستاذ أفل، الفساد باقي. مازول ماكو رقابة، ماكو محاكمة، خلي قضاء العراق منتهي يا عمي. كافي عاد، والله تعبنا، والله ملينا عمي. شعب احنا متوحد بيناتنا، ما عندنا شيء، بس هاي الأحزاب بيناتها متعاركين على الكراسي، متعاركين لي على مود يتقاسمون بيناتهم، هاي إلك وهاي لي، والضحية الأخيرة من هو؟ الشعب العراقي. بس يا أستاذ أفل، من خلال منبركم أناشد العراقيين الشرفاء الأصيلين، عمي خلونا أيدين بيد الثاني. عمي كافي، تعبنا والله تعبنا العراقيين. انت عمي يا أستاذ أفل، كافي البوك خل وقفهم أتحدهم، كافي بوك، جاي بصون بينا مصعبني مثل مصاصين الدماء دولة، وين يوصلونا بعد يا أستاذ أفل؟ خلال برنامجك ولا طولت عليك، لا على بختك، يودونا بعد لي وين؟ أنا أسأل العراقيين كله، لي بعد ناصر، لي وين يا عراقيين؟ أنا ما ناشد حكومة ولا بكرة حكومة، بس أنا أشدكم يا عراقيين، لي وين عيشونا بعد؟ لي وين؟ أزيد من الحالة هاي؟ عمي ما كافي، تعليم انتهى، صناعة انتهى، زراعة ماكو، حدود المنافذ الحدودية متخاشمينها بيناتهم. كافي يا عراقيين، اصحوا، كل أجيالكم عمي، مو بس لكم انتو، أجيال باكر الله حاسبكم عليهم، أجيالكم تلقى بعد، تلقى على العصابات هاي. وبناتكم كأخوي أستاذ أفل. نعم، شكرا لك أبو عراق.
مشاهدينا الكرام، كل العالم يعني صار بضجة أو تابع قضية الطفل ريان رحمة الله عليه. يعني الأطفال ما لهم جنسية، الأطفال مهما اختلفت خلفياتهم العرقية أو الدينية تبقى لهم جنسية واحدة اللي هي طفولتهم وبراءتهم. كلنا تضامننا مع الطفل ريان، كلنا تضامننا مع ذوي الطفل ريان، لكن لو حظى أطفال الوطن العربي بنفس التغطية اللي حظى بها ريان لكان هواية من أطفال الوطن العربي حالهم يختلف. بالمقابل أكو تصريح طلع لمحمد الحلبوسي، حبيت بس أخليكم تطلعون عليه، أتمنى يظهر على الشاشة حتى أقرأه وتشوفوه سوا. يقول محمد الحلبوسي البارحة: الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان، في زمن يقتل فيه القاضي ورجل الأمن، زمن تغول عصابات الجريمة التي لا تعبأ بحقوق الإنسان. ورغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعا أن نجيش كل الدولة من أجل إنسان. هذه التغريدة غردها اليوم الصبح تاريخ 6/2/2022 في حساب الرسمي على موقع تويتر. لكن أنا أرد أسأل سؤال، يقول ريان علمنا أنه نجيش دولة كاملة من أجل إنسان، أرد أسأل محمد الحلبوسي، عندك عشرات الآلاف من الأطفال الموجودين بالمخيمات اليوم اللي هم نازحين وعايشين بخيم، وسوينا حلقة كاملة عن مأساة النازحين ومأساة الأطفال بالشتاء، عندك عشرات الآلاف من الأبرياء اللي موجودين حالياً بالسجون نتيجة تهمة كيدية أو مخبر سري ونتيجة التعذيب وقعوا على اعترافات هم ما مسويها، هذول إنسان لو يختلفون. لما نطلعت وصرحت هذا التصريح فيما يخص الطفل ريان، ما باوعت على أطفال العراق، ما باوعت على حال العراق، ما باوعت على حال شباب العراق، ما باوعت على البطالة اللي موجودة يمك، ما باوعت على الفساد اللي موجود يمك، ما باوعت على الدمار اللي موجود يمك، ما باوعت على الناس اللي مختنقة نتيجة سياساتكم. أحمد من بابل حياك الله. أبو شهاب، أحمد تسمعني؟ يبدو أنه الاتصال انقطع ويا الأخ أحمد. فإذا المشكلة اليوم يعني حتى لما يريد السياسي اللي موجود بالعراق أو ما يسمي نفسه أنه هو سياسي، لما طلع محمد الحلبوسي وصرح هذا التصريح كل الوطن العربي تعاطف ويا ريان، وكل الوطن العربي شاف الوضع، لكن تصريحك هذا كان أجمل. لو ذاكر بي أنه الطفل ريان مأساة جيش الدولة، كل ما تملك لأجل إخراجه سالماً لكن ما استطاعت، مع شديد الأسف يجب على العراقيين أن يجيشوا دولة للحفاظ على الطفولة مثلاً، للحفاظ على الطفل اللي مدى يلقى مقعد دراسي، لحماية الطفل اللي دا يستغل اليوم بالعراق في شبكات التسول، لحماية الطفل والطفلة من قضية الاتجار بالبشر المنتشرة اليوم في العراق نتيجة الفساد اللي موجود بالعراق. هذا كله أنتو ناسيه، بس أكو قضية العالم متعاطف وياها. مهم أنه عندك تصريح نشرته على موقعك. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسعدك ويك، شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك أسيدي؟ شلونك؟ مشتاقين. الله يخليك. شلونك أسيدي؟ هلا بيك يا الغالي. هلا أخوي. موضوع اليمن، الطفل هذا على الفساد أخوي ريان، على الفساد. لا أنا ذكرت ريان يعني الشيء بالشيء، يذكر أنه محمد الحلبوسي صرح تصريح أنه هذا الطفل ريان هذا مأساة وملحمة صارت في إحدى دول الوطن العربي، يجب أن نجيش كل خيرات الدولة لأجل إنسان. فأنا قلت لما كتبت هذا الشيء نعم، لأن هو إذا شحنين هو عنده عاطفية ومحنة، ما يحن على الشعب ماله، ما يحن على دول النازحين البتشون نايمين، لا أكيل لا ماي، أطفال هاي ماتت، هاي الشمس جاهل مات بيها، هاي النازحين إيش قد ماتوا بيها النساء، يعني هو شنو اللواقة هاي؟ ما هاي لواقة يعني تدافع شعبك
روح زورهم شنو لا عم مالك شنو استاذ شنو هذا يتلوك لايران هذا ايران هذول ماكو الميليشيات وهذا هم يعني عمره يم ايران هذا شيء هذول يتلوكون لايران يرضى ايران شو تقول لايران ماكو وياها هذول لوقيه مال فلوس ها يعني مال ماده لا كاتلهم الشعب ولا وطنيين زين تعال الله وكيلكم ان تنوح له النازحين والله العظيم يعني اقسم بالله العظيم والله العظيم يعني حتى لك المواكل يعني مرات زين ابوي انا افكر يعني انا ما بكل بنفسي يعني طفل هذا انت ابنك ابنك يا مسؤول البرلمان ها الحلبوسي ابنك تجيبه تخليه ويا بتشوله دبه يعني ماكو غيره الدم الدم ما يتحرك الدم الدم ما يتحرك بس ودعتك ما تدوم لهم يا استاذ الله وكيلك ما تدوم لهم لا بد تغير شيء زين اتخلنا اعطينا مجال حمى الله وديك الشعب ما متكاتف خالي شوف استاذ الشعب ما متكاتف يعني من شوف متفتت كل تابع مقلد انا فلان انا مقلد السستاني انا مقلد السدر انا مقلد شو يسمون هذا اليعقوبي يعني انا اقول لك مثل شلون اكو شو اسمه محلات كلمه المحله شلون المحلات شايفه التكاكين كلمه هدا مجموعه مال المحله هذول تكاكين يعني ما متكاتفين انت تقول له عمي تكاتف انت جاي هذول جاي ذبولك سم جاي حاربونك ذول اعدائك يعني دماغ محجر على انت شنو انت مهجر قوم انت ميت ميت هي موته وهدي انت وراك الموت او موت علي موت علي موت عزيزي هسه الانبياء هذا شنو ماتوا شنو موت حلوه نعم نعم الانبياء اعطينا مجال حمودك الانبياء كانوا يشتغلون ماكو نازه تنتظر ابو علي اكو نازه تنتظر على التليفونات انا دوختك اسلوبك الله يخليك يسلمك يسلمك اخوي مشكور مشكور اخوي العزيز الفساد اليوم بالعراق دينهي كل شيء دينهي التربية ودينهي الزراعة ودينهي الصناعة ودينهي كل ما يحصل بالبلد الطفولة اليوم بالعراق منتهية أطفال العراق دا يشتغلون بالمحلات ودا يشتغلون على ترافيك لايتات ودا يشتغلون ودا يستغلوهم في شبكات التسول ودا يستغلوهم في قضايا أخرى نأسف عليها وأيضا دا يستغلوهم في قضية التجار بالبشر صارت قضية الطفل ريان بالمغرب كل الوطن العربي والعالم أجمع كل كان مع ريان فشلت الجهود أن يخرج ريان سالما ارتقت روحه إلى رب العالمين لكن يطلع محمد حلبوسي وينظر لنا ما حصل في المغرب ويقول يجب علينا أن نجيش جهد الدولة من أجل الإنسان فالعراقي وين لعد من هذا اللي دا يقوله محمد حلبوسي صباح من بغداد حياك الله السلام عليكم أستاذ أسد عليكم السلام بالنسبة لتصريح الفاسد محمد الحلبوسي اللي المعيب أصلا لأن الواحد ما يباوع على بيته وعلى بلده يعني هذا قمة العار والخزي احنا كنا كعرب ومسلمين متعاطفين مع أهل المتوفي ريان وكنا يعني يمكن ظلينا 4 أيام 5 سهرانين نتابع الموقف مالته وشون يطلع بسلامة ولكن مشيئة الله أن يتوفى هذا الطفل وكلنا قلبا وقالبا مع ريان لكن من يطلع لنا واحد فاسد ويريد يلعب ويصعد على جراحاتنا احنا كعراقيين ويريد يستشرف انه يسوي نفسه وطني وعروبي محمد الحلبوسي انت وينك من اطفال الموصل اللي تم قتلهم بالقصف العشوائي اللي كان يقود المهندس قاسم سليماني وتدمير المدن بالكامل على رؤوس أهاليها ولحد الآن جثث بالموصل موجودة تحت الأنقاض ما حد عنده الجرأة ويقدر يطلعهم هاي المناطق اللي صار بيها تغيير ديموغرافي مثلا عندك جرف الصخر وحزام بغداد والمقدادية وصلاح الدين وسامراء والأنبار وموصل وكل المناطق اللي صار بيها تهجير وراحت أهلها إلى مخيمات وهسه تعاني الأمرين للأطفال وشفنا احنا صور على مواقع التواصل الاجتماعي بالبرد والثلوج والجوع والنقص والحرمان يعني كان استحى على نفسه من يطلع يتعاطف مع قضية ما تخصه قضية احنا تخص الناس الوطنيين والأشراف وهو مو من عندهم انت بدل ما هاي روح المخيم العامرية اللي بيه نساء واطفال وشيوخ فقط ما بيه شباب كلها تم تهجيرها وقتلها الشباب ولو بالسجون
النساء ولها، ليش ما ترجع اهلك وعرضك وخواتك ذني ترجعهم الى مناطقهم؟ مخيم اللي موجود بالخالديه، المخيمات الموجوده في شمال العراق، المخيمات الموجوده في صلاح الدين، وينك انت من هاي المخيمات؟ ايضا جوعانين وبردانين، والاطفال ماتت من البرد، وعندهم نقص بالدواء والغذاء وكل شيء محتاجين. ليش ما تنهي هذا الملف؟ محمد الحلبوسي عندك الجرأه، الطب انت بموكبك المخيف اللي يمكن بال 400 سياره تقدر الطب جرف الصخر، يسمحوا لك اللي تخالفت وياهم سواء ميليشيات او حشد او مقتدى الصدر وسرايا السلام والنجباء وحزب الله، يسمحوا لك ان الطب بموكبك الى جرف الصخر؟ يسمحوا لك تحكي بالناس المغيبه اللي تم تغييبها من حادثه الرزازه اللي عددهم 1400، من حادثه الصقلاويه اللي هم عددهم 640، مسموح لك تفتح هذا الملف المغيبين وتقول وين راحوا المغيبين؟ لان تعرفهم اخذتهم بدر والعصائب وحزب الله والنجباء وتم قتلهم لانهم سنه وابرياء وخرجوا مرات امنه متجهين الى بغداد. اللي عنده شيء مع مجاميع وارهاب داعش ما يتجه لبغداد. لكن انت يا محمد الحلبوسي يعني مع الاسف عليك شخص فاسد واحد اعمده الفساد بالعراق، وانت شخص ما مخول ان تحكي باسم المسلمين والعرب، لان انت ملفات عليك فساد كبيره جدا. وحتى هاي الاخيره اللي صارت مع الكويت، الدول المانحه ودفعت ملايين الدولارات الى المحافظات السته اللي تم تدميرها على يد جماعه اللي تحالف وياهم من فتح ودولة القانون وصدريين وغيره، هم دمروا ذني المناطق، اجتي فلوس ملايين الدولارات وينها؟ سويتوا للناس النزحات، الناس اللي تهجمت بيوتها، هم سرقوها كلها، هو والمحافظ ومجلس محافظة، وتقاسموها بيناتهم، والشعب العراقي يعاني الأمرين، فساد، فساد آلاف مؤلفة من ملفات الفساد، أي ملف مفتح بالضد من وزير او وكيل وزير او بالحزب الفلاني او قائد ميليشيا او قائد بالحشد، ما حد يقدر يفتح ملفات الفساد ولا حد يقدر يتهمهم بالاعلام، لان يعرفون هذا القبر راح يسقطونه ويفتحون بالضد من عنده ملفات فساد ايضا على محمد الحلبوسي وصالح المطلق والخنجر وغيرهم. ناس لازم على ناس، والضحيه هم الشارع العراقي والمجتمع العراقي جاي يعاني الامرين، بين مهجر وبين ماكو خدمات، ماكو تعيينات، ماكو خدمات حقيقيه لكل الوزارات عاطله عندنا، من كهرباء الى زراعه الى صناعه الى صحه، كل الوزارات عاطله، ما عندها اي انجاز الوزارات، مجرد هي جاي يمشون الايام ويسرقون وصفقات كلها وهميه وتجاره وهميه. وشوف انت الشارع العراقي والسوق العراقي كل البضاعه الموجوده ايرانيه، ايش جاي تسوون؟ ايش جاي تزرعون؟ ايش جاي تصنعون؟ كل شيء ماكو. نعم. شكرا لك اخ صباح. ابو احمد من الرمادي، حياك الله يا ابو احمد. يلا من قبل السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ العزيز، بالنسبه للموضوع اليوم، هو يمكن حلقت عن الموضوع الفساد ما فساد. نعم. هو موضوع الفساد وموضوع تحول الى موضوع محمد الحلبوسي، موضوع ريان المغربي. بالنسبه للسيد الاستاذ الحلبوسي، من موضوع الفساد او موضوع الفساد اللي هسه انت تحكون عنه، موضوع الفساد هو يعني عام كل الموجودين حاليا من العمليه السياسيه، كشيعة كسنه ككرد، الموضوع اكبر من حجمهم، لانه البلد حاليا على هاويه الفساد، اللي هو غرقان بالفساد. انت تعرف اي صفقه انتخابيه او حمد او مرحله انتخابيه تصير عن طريق الفساد، شراء مناصب، شراء ذمم، فتحصل الحكومات وتتشرع وتكمل يعني وتتنصب. حاليا اللي موجود حاليا اللي واضح انه الوضع بيناتهم ما متهيئ على ما هم يريدون. الفساد موجود وما يخلص الا بشرط انه نخلص من هاي الوجوه الفاسده. لكن احنا نعتب على موضوع اخر، وهو يعني وزارات الباقيه، مثلا التربيه، وزاره التربيه او الصحه وغيرها. عندك هسه موظفين بالانبار، يعني طلاب يعانون الامرين، ماكو تدريس بسبب شنو؟ بسبب الفساد. الفساد مو شرط انه يخلي فلوس بجيب بس. ابو احمد انت ذكرت الوزارات زين. بالنسبه الى وزاره الصحه مثلا، النائب باسم خشان اتهم دائرة صحة المثنى ووزارة الصحة في العاصمة العراقية بغداد والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية
بعقد صفقة لشراء أقنعة للحالات الحرجة، يعني بالإنعاش، قناع الإنعاش، مشترين إلى مديرية محافظة المثنى 175 ألف قناع اللي هي المفروض تكفي المحافظة 700 سنة، واستلموا لحد الآن أو يعني كل طلبية قسم الصيدلة بالمستشفيات يأخذ 1000 قناع. يقول سعر الشراء للقناع الواحد 24 دولار، علما أنه سعر الواحد 3 دولارات. طبعا أنت تعرف هذا، هاي الصفقات شلون يبنون الفساد، شلون يرتبونه من واحد الواحد، من شخص الشخص، تبدي من الوزير وتدريجيا، يعني من يروح وفد تعرف أنت شلون يرتبون موضوع المستندات الشراء وغيرها، يعني التزوير، بدل ما يكتب 10 دولارات يكتب 25 دولار، بدل من 25 50 دولار. احنا موضوع الاقنعه وينها؟ انت ارجع للاقنعه، الاقنعه وينها اللي هم يقولون عليها وينها موجوده؟ انت ابحث عنها اذا لقيتها موجوده، تلقى الامر كله وهمي. يعني الامر اللي هم يحكون عنه موضوع شراء الاقنعه هو موضوع وهمي. طبعا العدد اللي انت ذكرته يجوز يطلع ربع العدد، طبعا هي مجرد طبعا ما. احنا بغض النظر عن هذا الامر، يعني انت شوف هسه حاليا اللي موجود بالعراق كوزارات تربية صحة صناعة، ولو صناعة ماكو أصلا، لكن نذكرها موضوع التربية. يا أخي العزيز أنا أعرف هسه محافظتي أنا بالأنبار تدريس ماكو، يعني ياخذ راتب المعلم أو المدرس ياخذ راتب ويقعد مجرد يزور المدرسة ويرجع. حاليا الفساد واصل إلى مستوى. ثانيا احنا نرجع أرجع وأقول على السيد محمد الحلبوسي أنه يدي حشد حشود يروح للمغرب ينقذ الطفل وما ادري شو. انت انقذ بلدك من الفساد، من الميليشيات اللي اليوم مطوقه محافظه الانبار، وهسه الاخبار جت تصنع بانه الميليشيات اللي جايه بالقرمه اللي هو مسقط راس الحلبوسي، هاي مو ضمن الفساد، هذا مو فساد، هذا مو بس فساد وانما اجرام، هذا تواطى من بعض قيادات السنة اللي هم هسه يحجون ويقولون احنا هذا تحرك مريب وهذا تحرك مشكوك فيه. يلا تحركوا واطلعوا روسكم احجوا، ليش بس على بعضنا احنا نطلع نحد سنوننا ونشيل سيوتنا وهذا فلان ارهابي وهذا فلان داعشي وهذا ما اعرف شنو، ليش ما تتحركون؟ بالنسبة إلى التدريس، يعني أنت قلت مثلا في المحافظة اليوم في محافظة الأنبار ماكو تدريس، لأنه أنت ذكرت نقطة، قلت المناصب اليوم تباع وتشترى في البلد. أكو أخبار ومن مصادر تقول أي واحد هسه بالعراق، أي واحد يقدر يروح إحنا بالعراق نسميه سوق مريدي اللي هو التزوير أو المزورين، يدق له شهادة دكتوراه أو ماجستير ويشتري المنصب اللي يريده، معلم بمدرسة أو أستاذ بجامعة أو بوزارة بأي مكان تريد. فأنت إذا إجاك واحد هو شهادة تزوير واشترى المكان اللي دا يشتغل بيه بفلوس وطبه وما يفتهم شيء، فهذا شو راح يدرس؟ في هاي احنا هسه موجودة، هاي موجود عليها احنا، يعني بدينا لازم نهدي عم نقول على قولة مثلنا، يعني اكو ناس نعرفهم هم خريجين كلية، يعني شو نقول خريج كلية رياضة زين، شنو تخليه يدرع معلم على تربية أو تربية إسلامية أو اللغة العربية كطلاب ابتدائية زين؟ أنا أعرف طلاب كانوا وياي مرحلة الإعدادية حاليا تخرجوا ماجستير زين، أنت من تخرج ماجستير شلون وصلت المرحلة هاي؟ طبعا أنا اللي أعرفهم دول الأشخاص وما أذكر بسهم، طبعا وصلوا بالفلوس، وصلوا وأخذوا وناقشوا وأخذوا شهادة الماجستير وهم ما يعرفون يعني بها مرحلة هم واصلين، مجرد حتى يكون عنده شهادة. أنت تعال شوف أكثر الأطفال والله ما يعرفون يقرون، ما يعرفون أصول الدين، ما يعرف زين، أكو مناهج نازلة مجبر الطالب لازم يعرفها وهي ما معروفة وما تفهم وما مفهومة زين. هل غير أكو غير يكون أنه معلم أو مدرس موجود يوضح الدرس الجديد اللي نازل بالمناهج الجديدة؟ ما موجود. تدري المدرسين والمعلمين القدامى اللي قضوا سنين عجاب وتعبوا، اكثرهم طلعوا متقاعدين، اكثرهم تعبوا او صاروا مدراء او تهجروا. فاحنا غير نعتمد على الاجيال اللي موجوده حاليا، الاجيال كلها فاسده اخوي العزيز، وضع تعبان، وضع مزري، ماكو تدريس وكلها فساد فساد فساد، والله يستر من التاليه.
نعم، شكرا شكرا لك ابو احمد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر بس بفاصل قصير ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أحب نذكركم مرة ثانية بالفيديو أو البرومو اللي طلع قبل شوية. أي شخص غير وحول من الأزدي إلى الأجدي، أنت دا تشوفنا هسه بصورة كبيرة بنظام الأجدي الجديد. أما نظام الأزدي إذا أنت بعدك على النظام القديم، نحب نقول لك منا 28/2 راح يتوقف هذا النظام، فنتمنى أنه تسوي بعد جديد حتى ما تنقطع عندك القناة وما ينقطع عندك بث القناة وظل مستمر ويانا. مشاهدينا الكرام، لما تجي محافظة وتشتري لك 175,000 قناع ب 24 دولار للقناع، وهو سعره 3 دولارات، يعني ال 24 تشتري بين 8 قناعة، انت بسعر 8 تجيب واحد، ومشتري 175,000 الواحد بسعر 8، يعني انت 175,000 8 مرات 175,000 ضعف انت دا تدفع هيك. ومحمد حلبوسي مداير بال، والسياسيين كلهم مدارين بال. ابو علي من لندن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. فساد الميليشيات والاحزاب بالخضراء هاي ما تنتهي، نعم ما تخلص، يعني ماكو هيك فساد بالعالم. عم بس احنا هنا هم عندنا فساد، بريطانيا باوروبا هم اكو فساد يعني، بس مو هيجي 300%. قالوا مجرمين قتله، ما اعرف واحد شي يحكي وياهم ام يحير واحد شي يحكي وياهم. الى متى هذا الفساد؟ الى متى هذا البوق؟ الى متى هذه العماله والخيانه؟ ادري انتم ما تحسون بالموت، يعني ما تفكرون باكر اكو موت، باكر اكو قبر، ليش وقت هذا العماله والخيانه؟ ما تشبعون يا جماعه انتم؟ ما تشبعون يا جماعه الخضراء؟ السجيت ناطحون بيناتهم بالكراسي عمي، ها صار 4 اشهر من خلص الانتخابات لحد الان، لحد الان كل شيء ماكو. الى متى؟ ما جينا نفتهم الى متى؟ وليش وقت؟ يا اخي خجلوا، خجلوا على انفسكم، خجلوا على عوائلكم. زين انت شو تواجهون عوائلكم؟ شو تواجهون اطفالكم؟ الناس جاي طيحتكم يوميه، ماكو مسبه ما سبتكم الناس، وليش وقت؟ يعني والله ما جاي افتهم ليش وقت، ما جاي افتهم ليش وقت. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو علي. فالقضية اللي تصير اليوم بالعراق، لما نجي نشوف قضايا الفساد، أسلحة بها فساد، صفقات شراء سيارات بها فساد، مواد غذائية بها فساد، مواد غذائية فازة. والمشكلة أنه كل شيء دا يشتري اليوم بالعراق، كل شيء كل شيء اليوم العراق دا يستورده هو بأضعاف مضاعفة من السعر الحقيقي. غاز، احنا عندنا غاز بس احنا نحرقه حتى نجيب غاز من إيران بضعف السعر. احنا عندنا نفط بس ما عندنا مصافين، يعني مصفى بيجي اتفسخ و الله يعلم وين راح، شالوا الميليشيات، والمصافي العراقية الثانية متوقفة، وهاي كلها ماكو. والمفروض الغاز التذكرة راح تطلع النفط الأبيض اللي احنا نسميه النفط، والغاز اللي هو الديزل، والبنزين اللي هو البنزين نستخدمه. بس هاي انت ما عندك إمكانية اليوم بالعراق، فعليك انت تستورد ذني أشياء من إيران بأضعاف مضاعفة، والقائمة تطول. كل شيء اليوم احنا ده نجيبه ضعف السعر، والمواطن العراقي ما عنده راتب وما عنده شغل وبطالة وفقر وأرقام مخيفة، والعراق المي راح يجف فيه، وكل شيء اليوم بالعراق ما يبشر بخير. والجاي اليوم العراقيين شايفيه سواد وظلام، والجماعة مالهم عداقة. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. شكرا
السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ العزيز انت تشوفون على الفساد والفساد وما عم تسوي كل شيء يعني في هذا الفساد. هذا الفساد صار اتى سرطان صار اضرب من داعش اقوى من داعش. يعني انا عندي مريض قبل يومين مستشفى العسكري صلاح الدين. الدكتور من تحكي وياه ما في يحكي وياك من قفا خشمه. يعني نوبات يقول لك والله مواطنين يتجاوزوا على الدكتور. مو الدكتور مسيء مفسد فاسد ابن فاسد. والافسد منه وزير الصحه. يعني يطلع محافظ صلاح الدين راسه بجد الحاويه مال الوسخ. سوينا اعمار كله كذب بكذب. يطلع مشعان الجبوري يحكي على المحافظ وثاني نهار يطلعون متجاوزين ويفترون بالمحافظه. يعني هذا كذب عيب ما يسوون هذول الناس ما تفتح له ذمه ولا ضمير. هذا من يقول لك استحاد هذا كل حي ما عنده كل غيره شرف ما عنده. لا هو لا حلبوسي لا غير حلبوسي هذول ناس دايحه ناس دايحه ساقطه. انت لو تجي تدور تاريخه هو تلقيه حرامي اكو ضباط بالوزاره الداخليه غير وزاره الداخليه بصدام حسين اغتلت اموال دوله ويقول لك انا كنت محكوم سياسي. شنو محكوم سياسي؟ انت كنت بايق وكنت محكوم. يعني هسه هم لو يشرحون النظام من اين لك هذا؟ هاي الحكومه تطلع كلها حراميه. مقتدى الصهر يقولوا له لازم يحاسب الفاسدين يقول لهم لازم تنتظر في السجون وقال تنتظر في السجون. السجون احسبها حاويه ونذبها للوثق بها. نعم. يعني الحل شلون؟ يعني الحل يظل الشعب العراقي يدفع الثمن. يعني انا اليوم شفت حاله قدامي بمستشفى العسكري يا اخوي شايف اسمحوا من يروح الحلب والاسعاف، الاسعاف تنقله من صلاح الدين النينوى. والله يريد مال بنزين ويريد مال السياره كذا مليون شويه، شنو مليون شويه؟ يعني هذا الشخص ما يخوفني انا الشفته. يعني وين كل شيء؟ يعني سياره مال دوله انت تاخذ عليها فلوس؟ الجناح اكو جناح مستشفى مال دوله. والله جناح خاص بالفلوس والعرض هيش ما توقف شلون قاطه بالذنب للبشر زين. يعني ابو عبد الله يعني محافظ صلاح الدين طلع وقال احنا سوينا مجاري مثلا مدينه السامراء وهسه ما بها اي مشاكل. يعني ماكو مشاكل هو يقول سامراء ماكو مشاكل هو يقول يعني هو من عمار يوسف من طلع هو يقول ماكو اي مشاكل ونفذنا المشروع وماكو تلكؤ. لا وين اكو حكي؟ هم القضاء الدور هم قال نفذنا المشروع. هذا شارع المدخل مال صلاح الدين من فلكه العلم صلاح الدين قال خلال ثلاث اشهر قبل سنه قال خلال ثلاث اشهر يخلص ولحد الان يسمع حسك شارع فساد يشيل بيه من نايحه كله كذب كذب. عمي هسه طلعني على الاعلام وابوك مثل غير اسوي الدنيا اسويها الجنه بس هي كذب كذب. نعم. عمي ضرب ملايين عمي ما يشبعون ما يعرفون شنو الشبع. عقارات كلها برا يقول لك والله صدام حسين كان طاغيه، صدام حسين ما عنده كل عقار ما كل شيء باسمه. ما طلع عنده عقار برا العراق ولا بالعراق عنده يملك شيء. هذول يمكن عقارات برا العراق عني برا الدول الاجنبيه الدول الاوروبيه بس عقارات بس امارات بس قنوات فضائيه ما خلوا شيء ما ملكوه. نعم. مو بس ويعني شوف السنه ابسط شيء وزير الزراعه ينطي حصه للفلاح 5 كيلوات للدونم يقول لك ماكو مو موجود زين هذا العجيبه السوق من العجيبه غير هو عجيبه؟ نعم اخوان العجيبه اخوان التاجر بكلها قالت قاموا هم يتاجرون مخدرات هم التجاره لهم المشروب الكحولية لهم يعني شيء كلها لهم ما في شيء يا استاذ العزيز. نعم. والحلبوسي حيحكي بالشرف وحينعى ريان، كم ريان عندنا بالعراق راح مثل ريان؟ يطلع الكامل من وجهه المغولي والله لازم ناخذ القصاص العدل طلع بالشارع وعدنا صدام حسين باغي كان يحاسب صدام حسين. نعم. شكرا. يطلع وجهه
شكرا شكرا لك ابو عبد الله. بالنسبه الى رسائل الواتساب، مساء الخير. بالنسبه لموضوع الفساد، هو مستشري من زمان، من اليوم اللي استلموا الحكم زمر الاحزاب الضاله ودمروا البلد، وماكو فايده بالكلام لان الشكوى لنا وهم المستفادين، واصبح العراقي لا حول ولا قوه ويبقى بس يتحسر حتى ما يموت. وتحياتي لكم. رنا من بابل. اخي افل، تحيه طيبه. يقول اتمنى من حضرتك ان تكرس وقتك لقراءة هذه الرسالة لكي يطلع شعبنا في العراق على دجل هذه الحكومات المتعاقبة من عام 2003، أي بعد الاحتلال، ولحد يومنا هذا. قامت هذه الأحزاب بالتصويت على دستور مزيف ومفصل على قياسهم، لكن رغم هذا توجد في الدستور فقرات وفقرة تنص على أن أي مرشح للانتخابات يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير ملطخ يده بدماء الأبرياء بالنقاط أدناه. واحد، من قام بتفجير حرم الجامعة المستنصرية في الثمانينيات أليس نور المالكي؟ وراح ضحيتها اثنان من الطالبات. أليس نور المالكي من قام بتفجير السفارة العراقية في الرملة البيضاء في لبنان؟ أليس نور المالكي من كان يحارب مع الجيش الإيراني ضد العراق؟ أليس هادي العامري من كان يعذب الأسرى العراقيين في إيران؟ أليس هادي العامري من قام بنهب وسلب المنشآت الحكومية والمصارف العراقية؟ أليس جيش المهدي هو من قام بتشكيل مفارز وسيطرات وهمية وقتل الأبرياء على الهوية وتأجيج الطائفية؟ أليس جماعة مقتدى الصدر الشيء المثير للجدل قاموا باجتثاث حزب البعث في العراق بناء على أوامر من إيران؟ وفي الوقت نفسه جميع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية الموالية لإيران منتشرة في سوريا لحماية نظام حزب البعث هناك. أخوكم أبو مالك من أمريكا. هاي الرسائل اللي وصلتنا اليوم عبر تطبيق الواتساب. السؤال اللي ينطرح، أبو أحمد من بغداد. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. السؤال عندي. تفضل. غير الجماعة الأمانة، إحنا على أمانة من 2017 لها في العقود. إي. يعني إيه، فما لحد الآن يوميا قالوا لنا على باش يومي الشهر الجاي ما في ما زال التأشيرة وغيرها ما ذي. يعني أنا بس أردفتهم القضية شنو؟ إنه أنتوا تردوهم يجوكم للمنطقة يتابعون قضية يصلحون؟ نعم. موظفين بس على بالأمانة مع بغداد. موظفين في أمانة البصرة؟ نعم. أمانة بغداد، أمانة بغداد شارع المطار. أمانة بغداد، نعم. إيه شارع المطار. من 2017 لهسه يعني عقود، قالوا لنا على قرار 315 بعد شو حد الان شو ماكو، يعني اكو هيك خبر اكو هيك انت. زين من تراجعون شو يقولوا لكم؟ والله يقولون انتظروا على اساس قرار 315 يطبقون بيجي السنه راحت شو ماكو بعد. نعم. هاي اشكرك على المعلومه، بس حبيت اسال يعني اذا عندكم اي علم شيء. ان شاء الله. والله انا بالنسبه لي يا اخوي العزيز بهذا الموضوع ما عندي اي علم، يعني احاول استفسر واطلع واتابع الموضوع، وان لقيت شيء يخص هذا الشيء فتابعنا بالحلقات الجايه باذن الله. باذن الله اذا حصلت شيء او عرفت معلومه مباشره راح اذكر اسمك، اقول اخوي محمد من بغداد اتصلت في التاريخ الفلاني على هذا الموضوع، الرد اللي سؤالك راح يكون كذا وكذا وكذا. اما حاليا اعذرني ما عندي اي معلومه على هذا الموضوع. ممنون منك أخوي العزيز. قضية العراق اليوم، يعني مثلا العراق منتشر به الفساد من رأس الساسة. مخدرات مليانة بالبلد، البلد اللي كان نسبة تعاطي، مو التجار، نسبة التعاطي به صفر، اللي كانت ما تمر بحباية واحدة، اليوم أصبح البلد ممر وأصبح البلد مصنع وأصبح البلد مصدر للمخدرات اللي هي أكبر آفة للإنسان. التجار بالبشر، كنا نسمع قبل أكو عصابات أعضاء بشرية وغيرها وغيرها، وكانت يعني الأمة تنقلب من نسمع أكو قضية، لا اليوم أكو مو عصابة، أكو عصابات، أكو بلاوي بهاي القضية. التسول، قضية يعني استغلال الطفل والطفولة، أنه ناس تروح تستولي على طفل أو ناس تبيع طفل من أجل أنه يستغلوه ذولا في التسول، هاي مصيبة وطامة كبرى كنا نشوفها بالأفلام وكنا نتعاطف. معقولة أكو واحد يستغل طفولة بريئة بهالصورة هذه ويخلي ذولا الجهال بالشوارع يقدون أو يشتغلون أو يبيعون كلينس، والتالي لما يجيك طفل
ويوقف ويا اخوانه بثوار تشرين ويعطيهم مي يقصون شعره بالكترات وفشار ومسبه وكلكم تتذكرون اللي صار. لما يجي طفل وجوعان وياخذ له مثلا صمونه كلها تلزمه وتقول له انت حرامي. بس لما يجي واحد ويبوق 30 مليار دينار من استقطاعات التقاعد هذا ما حد يحكي وياه. لما يطلع طفل والمعلق يسوي وياه اتصال ويقول له يقول له عمي انا تعبت او خالي انا تعبت بعد ما ابي حيل انا داعيش اهلي، ما حد يحكي وياه، ما حد يفكر بيه، ما حد يمرد قلبه عليه. بس من يجي واحد ويشتري اقنعه سعر الواحد 3 دولارات ب 24 ويجيب لي 175,000 الله يعلم بيش جايبين وش قد ماخذ كوميشن، ما حد يحكي وياه. لما يطلع انسان يقول لك انا ما عندي ولا فلس وهذه العلاقه ماخذ بيها هالشم شغله هي المغربيه هي العصريه نسويها غدا على عشاء لين ما عندنا غيرها ويقوم يبكي على التلفزيون، هذا ما حد يفكر به. بس لما يطلع واحد باني لي قصر ما شاء الله طويل كبير وانارته والحدائق والسيارات والخيل تمرح به، ما حد يحكي وياه وما حد يقول له منين جبت هذا القصر، شو وقت بنيته، هاي كلها ما حد يحكي بيها. مشاهدينا الكرام قبل ما نختم نحب نذكركم مرة ثانية اللي سوى العملية وغير تردد القناة، عفوا غير نظام القناة يما بالريسيفر من الاس دي للاتش دي، فانت تشوفنا بصورة كبيرة صورة حلوة ودا تتابعنا على ترددنا نفس اللي ما تغير. كل اللي عليك حتى يتغير النظام يمك من الاس دي للاتش دي هذا التردد اذا تشوفه 10727 تعيد البحث عليه من جديد راح تتغير الصوره يمك، ولانه نظام الاس دي يوم 28/2 راح يتوقف. مشاهدينا الكرام نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم باذن الله باكر، في امان الله.